احسن من مجهودات السيد عبد المجيد تبون رئيس الجمهوريه الجزائريه فيما يخص سد الاخضر الكبير الذي تم مناقشته مؤخرا في مجلس الوزراء. ما يخفاكمش باللي ولايه مسيده راه الفاصل بين نقولوا بين الشمال والجنوب، والسد هذا ان شاء الله راه يكون حاجز على زحف الصحراء للشمال، ومن ناحية الاقتصاد راح يكون إن شاء الله على مستوى البعيد من ناحية الخشب، من ناحية الحوج يعني إن شاء الله تكون لبس بها، وإن شاء الله احنا نثمنوا هذه المجهودات إن شاء الله. كمهتمين بالشأن البيئي كنا ننتظر هذا القرار، والحمد لله ربي سبحانه سخ كما نقولوا كثر خير الجمهورية أنه اعتمد هذا القرار، ربما ليس اعتماد فقط لأنه خرجوا إلى الواقع وبدينا نشوفوا في الكثير من النتائج إن شاء الله. سياسة رشيدة جدا وتفكير عميق لأنها تخلق ثروة وتخلق كما نقولوا اليد العاملة ومشاريع الشباب أنه يعتمدوا، وتكون مشاريع مقاولاتية أنها ربما مساحة تعتمد من طرف الشباب، والشباب ثاني يخدموا على رواحهم وتكون كاينة حركية اقتصادية. من مشروع سد الأخضر يعني راح تكون هناك فرص للشباب في عدة مجالات بطريقة مباشرة أو غير مباشرة. ما نشرح نستفادوا غير من سد الأخضر ومحاربة التصحر وكيفية العمل وكيفية إدراج مشاريع أيضا دخل فيها حتى محاربة البطالة.